خليني اروح للاستاذ رضوان الزياتي، عضو مجلس النواب. سياده النائب مساء الخير. أنا دكتور عمرو، اهلا بحضرتك. أهلا بيك. مقترح الحكومه بدراسه يعني تحديد مواعيد فتح وغلق المحال التجاريه، شايفه ازاي؟ وطبعا أنا يعني هو مش مقترح الحكومة كمان، ده مقترح العديد من النواب وأنا منهم، إن إحنا فعلا لازم اللي يبقى فيه مواعيد محددة لغلق المحلات التجارية، وأنا شايف المواعيد مثلا في الصيف تبقى الساعة 9 وفي الشتاء تبقى الساعة 8. فده تسع دي ده دي مواعيد دي مواعيد الغلق يا استاذ رضوان. مواعيد الغلق تبقى الساعة 8 مساء في الشتاء، وفي الصيف تبقى الساعة 9 أو 10 بكتير خالص بالنسبة للملزمة حضرتك، زي ما أنا كنت سامع كده. دي مواعيد ما يكونش أكتر من كده، أكتر من الساعة 10 ما ينفعش. إحنا دلوقتي المفروض ما بعد الكورونا الدنيا تتغير، والدنيا هتتغير، فلازم فعلا إن إحنا يبقى في تركيز، لازم نوفر طاقة، نخلي الناس يعني ما تسهرش كتير، بحيث انها تركز في شغلها، تقوم بدري. عاوزين نغير كمان، انا بطالب كمان ان مواعيد العمل، انا افتكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي في بدايه توليه السلطه كان بيقول ان احنا عاوزين نشتغل من الساعه 6، يبقى مواعيد العمل تبقى بدري الساعه 6، وزي ما بيقول دايما الخير في البكير، يعني كل ما تصحى بدري تشتغل بدري يبقى احسن. فطبعا انا يعني الكلام ده كله كلام مهم جدا، وده لازم يبقى شكل الدولة زي ما بنشوف شكل الدولة، مش في الحجر، ولازم في البشر وفي تصرفاتنا وفي سلوكنا وفي كل ده لازم يتغير. طب شايف، عفوا نعم استاذ اتفضل. رضوان، يعني شايف انه مقترح زي ده، يعني زي ما قالوا الاساتذه معايا في الاستوديو، انه تم دراسته في سنوات عديده وفي عهود عديده من ايام الرئيس عبد الناصر والرئيس السادات و لا انا بقول لحضرتك المره دي، هل تتوقع نعم انه يعني الحكومه بامكانها تطبيق هذا القرار حرفيا؟ طبعا طبعا، الحكومه احنا الحكومه في اراده سياسيه، الاراده السياسيه متوفره طبعا في الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوفره في الحكومه، متوفره في مجلس النواب، يعني كلنا فعلا. انت حتى ما بتشوف الحاجه اللي بتتعمل الايام دي، يعني ليه؟ لان في اراده سياسيه. طالما في اراده سياسيه تاكد ان كل حاجه تتعمل، كل الاجهزه بقى، المؤسسات الدوله، المؤسسه التشريعيه، الحكومه، الجهاز التنفيذي، كل ده، طيب المحافظين، كل ده ان شاء الله لازم فعلا يمشي، لان ده اسلوب جميل حياه لازم ان احنا نغيره ولازم نعيش عليه في الفتره اللي جايه. جميل استاذ رضوان، انا فهمت ان حضرتك مؤيد يعني تحديد مواعيد طبعا للفتح انا والغلق. احد هل المطالبين بال جميل جميل وانا جدا انا مقدم كمان مقدم بنسميه اقتراح برغبه، ومقدمه من فتره يعني. جميل جدا. هل تمام. يعني اللي زي حضرتك في مجلس النواب اغلبيه؟ نعم. طبعا ده مش اغلبيه، ده يعني ان لم يكن المجلس كله يعني متفق مع هذا الاتجاه يعني. طيب ما هو في لان ناس، ده فعلا يعني احنا شفنا، احنا عشنا الظروف بتاعت جائحه الكورونا دي، وشايفين ان احنا طبعا الناس لازم تشتغل، تنام بدري، الناس تقوم بدري، يعني ده سلوك لازم ان احنا نتعود عليه، جميل جدا، لازم بس في ناس تانية بتقول انه في فئات ستتضرر من هكذا قرارات. ليه تتضرر؟ ليه؟ لا بالعكس، انت ما تشتغل مثلا، لو بتقول ما تشتغل من الصبح للساعه 10 مساء، يعني انت بعد كده هتعمل ايه؟ ده ناموس الحياه، طيب ناموس الحياه ان انا انت هخلي، تشتغل بالنهار. جميل جدا، انا هخلي الاستاذ محمد عيسى وهو معايا في الاستوديو، استاذ محمد اتفضل مدير اتفضل. سلسله كافيهات في القاهره، يرد على هذه النقطه. اتفضل استاذ محمد. تمام. بص حضرتك، انا بتفق مع حضرتك في كل اللي قلته، بس احنا بنقول احنا عايزين نستثني الكافيهات والمطاعم، مش علشان شغلتي، لا احنا عايزين نستثنيهم، لان مش هينفع نشتغل ونقفل مع الناس دي في نفس الوقت، يبقى احنا كده بنموت مش هنشتغل. لا احنا بنتكلم في الكافيهات والحاجات، المطاعم في الاماكن السياحيه عشان السياحه، لكن في الاماكن العاديه، في المدن العاديه، لا يعني انت مش محتاج الكلام ده كله، يعني ما فيش واحد، معلش مع احترام، يعني المفروض يتعشى بعد الساعه 10 مساء يعني. انا يعني حتى ده صحيا كمان مش صح، نمره 2 اللي هو مثلا واحد يسهر ليه في كافيه بعد الساعه 10، هيروح في البيت ويستريح ويشوف، يقعد مع فرصه اهله وبتاع، والكافيه ما يشتغل لحد الساعه 10 عايز كويس قوي، ماشي. يعني ما يطلع المواطن اللي عايز يروح كافيه، عايز يشوف كافيه، عاوز يقعد في كافيه، عاوز يقابل اصحابه في كافيه، عايز يعمل اي حاجه في كافيه، تمام. لحد عنده لحد الساعه 10.
من 8 ل 10. الاستاذ محمد عيسى هيرد على النقطه دي يا استاذ رضوان. اتفضل. سياده النائب انا مش مختلف مع حضرتك، انا بتفق مع الاستاذ ماهر ان يبقى في 6 ساعات بعد قفل المحلات كلها احنا نشتغلها عشان تدينا فرصه نغطي تكاليفنا. يعني انا مش انت حضرتك لو المحلات هتقفل الساعه 4 العصر انا مستعد اقفل 10 بالليل، انا مش مختلف، انما حضرتك عايز تخلي المحلات تقفل 8 وانا اقفل 8 او بعدها بساعتين، ده ما يعقلش، دي مهنتنا واحنا عارفينها. حضرتك انا بتكلم، انا بتكلم على الاماكن السياحيه في مصر كلها، يبقى في استثناء الاماكن السياحيه. انا مش يا سياده النائب، انا مش سياحية. انا هنا في القاهره والسائح الاجنبي جاي يتفسح او السائح العربي. يا سياده النائب انا في القاهره طبعا انا ما اقدرش الزمه بتوقيت معين، لكن انت بنتكلم احنا على الاماكن العاديه. يعني الكافيهات والمطاعم اللي في الاماكن العاديه ليه يعني انت ليه يفتح للساعه 12 و1 و2 بالليل؟ لو كمان يعني انا بتكلم كمان مش على الكافيهات والمحلات، كمان على الورش اللي في الاماكن برضو اللي في المدن واللي في الاحياء والكلام ده كله، لازم الورش دي لا اما تخرج بره لا اما برضو تلتزم بمواعيد غلق ويكون مع حاجه زي الساعه 6 الساعه 7 كمان تبقى قبل المحلات كمان. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ رضوان الزياتي عضو مجلس النواب.